جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه. وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى ان يعيد هذه المناسبه الكريمه. على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات